ما حكم الذين يحتفلون سنويا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولد بعض من يدعون أنهم من الأولياء والصالحين؟ هذه بدع، كلها بدع. الاحتفال بمولد الرسول أو مولد الأولياء والصالحين كلها من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، ومن الغلو أيضا الذي قد يفضي إلى الشرك. هذا غلو يفضي إلى الشرك. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده، ولا أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من القرون المفضلة احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أن الرسول لم يشرعه لهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم.